طيب معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحله. يا كابتن صابر مشرف ومنور. الله يخليك كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كابتن كان كريم في غضب لله. غضب شديد جدا مع نهايه المباراه النهارده من الجهاز الفني كله من اللاعبين على الهدف اللي تم الغائه. طبعا يعني مش الجهاز الفني واللعيبه بس، والجماهير المحليه طبعا. طبعا والجماهير طبعا. طبعا يعني ثلاثه نقط دول كانوا يفرقوا معانا جامد جدا في الترتيب، يحطنا في وضع احسن. يعني والله كابتن كريم احنا انا يعني احنا كنادي يعني احنا بنحترم يعني لجنه حكام، بنحترم حكام مصر كلهم. انما يعني اللي الواحد يعني بيطلبه ان احنا ناخد حقنا. حقك بس انت ما تاخدش اكتر، مش عاوزين اكتر من حقنا. الكوره كابتن كريم لو حضرتك لعبتها وشفتها بنعيدها مع بنعيدها وحضرتك بتتكلم. لعيب فاركو ما طلعش من على الارض عشان يعني ما طلعش جنبه من على الارض اصلا. هو عمل تحايل للحكم لما الكوره ما لقاهاش، عمل تحايل وعمل نوع وبعدين قام كمل ما اعترضش حتى بعد ما الكوره جت جول. اللي حصل ان يعني بعد ما الجول ده هم من بره كلموه عشان ان هو يعترض بس. انما الكوره انا يعني معظم الناس اللي شافوا الماتش وكده وبعض الحكام كلمونا ان الكوره جول ما فيهاش اي حاجه. هل في خطوه من نادي غزل المحله بعد ذلك؟ يعني هل في اعتراض هيتقدم لاتحاد الكوره ولا خلاص انتوا عملتوا طبعا طبعا لا هو هو رئيس مجلس اداره ومجلس الاداره نزلوا بيان على طول على الصفحه الرسميه. وان شاء الله باذن الله ان في هنقدم احتجاج لرابطه الانديه ولجنه الحكام. طب بالمناسبه الاحتجاجات دي يا كابتن صابر، يعني الشيء بالشيء يذكر، بتبقى مستني ايه من الاحتجاج زي ده؟ يعني انا بكلمك انت، انا بكلمك انت بصفتك اداري لاي نادي بالظبط كده. ما انما انت يعني انت لازم تثبت حاله، لان الوضع ده كابتن كريم احنا يعني اتظلمنا في ماتش المقاولين العرب، اول ماتش في الدوري اتلغينا جول كان 100% جول اتلغى. ماتشنا مع الاسماعيلي احنا كسبنا الاسماعيلي في المحله، في جونين اتلغوا لنا يعني مش عاوز اقول لك جوان مليون في الميه بالنسبه لرؤيتنا ورؤيه بعض الحكام حكام مصر. جول الاسماعيلي دخل فينا اللي كان ممكن يرجعهم للماتش تاني، اوفسايد مليون في الميه، في تدخل من لعيب الاسماعيلي في اخر في الكوره. ورغم كده يعني احنا كان وضعنا دلوقتي لو احنا في العادي كان بقى عندي 21 بونت صح، يعني كنت دلوقتي في مركز ثالث. والحقيقه انتوا ماشيين بشكل رائع جدا الموسم دوت، فاي نقطه هي بتفيدك تخش في مرتبه متقدمه في الدوري الممتاز، ما يبقاش بس الكلام كله انت بتلعب في منطقه هبوط ولا حاجه. والله يا كابتن كريم احنا بنقاتل يعني بنكافح عشان نرجع المحله لوضعها الطبيعي، لان المحله من الفرق واضح يا كابتن صابر بصراحه، الفرق واضح. الجماهيريه، الفرق الكبيره اللي كانت يعني تملي يعني لعيبه منتخب مصر كتير جدا من المحله كانوا موجودين في فترات كبيره من سنين. احنا عاوزين نرجع المحله لوضعها الطبيعي، المحله من الفرق السبعه اللي خدوا الدوري ممتاز. صحيح. فاحنا عاوزين نرجع الفرقه. طيب بمناسبه العوده الجماهيريه دي لما تبقى كويسه بتعمل حاله جميله في البلد. 100% 100%. طب بما اننا عايزين نرجع غزل المحله للحاله العظيمه لغزل المحله، احنا بنتكلم في اربع ايام تقريبا، كل سنه وحضرتك طيب، وتبدا فتره انتقالات يناير. هل حطيتوا عينيكم على تدعيمات الفريق؟ هل هيبقى في تدعيمات اصلا في يناير ولا انتم مش حاطين في اعتباركم تدعموا في يناير؟ لا ان شاء الله باذن الله، هو بس المدير الفني بيحط رؤيته وهنشوف هو محتاج ايه، وان شاء الله بنبدا نشتغل عليه ان شاء الله. يعني في اي لاعبين هيرحلوا ولا اللاعبين كلهم موجودين؟ والله دي برضو للجهاز الفني، المدير الفني ان شاء الله باذن الله هو هي يعني في تقرير بيعمله لنا يعني في الفتره القصيره دي. وان شاء الله هنشوف التقرير، لو هو مثلا عاوز لعيبه تمشي، عاوز التدعيمات، احنا كمجلس اداره ان شاء الله باذن الله هنحاول ندعم يعني بالصوره اللي تليق بنادي غزل المحله وحدود امكانياتنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحله، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.